هو ده نظام ارحمه ارحمه عزيزة قوم زل واقف على ناس يا برنس واقف في شموخ راسك فوق ايوه زي البرنسات كده لفوق وريني ومادد ايدك مادد ايد كده تمدها الناظر بيشوف ضوافرك في مدرسة انا اقول لك كده مادد ايدك كده وثق هتسمع كل الناس وهتشوفهم بعينيك حواليك بيعيطوا ويقولوا ده ابن ناس ده من عيلة ده متعصل وبدل ما يدولك شلن هيدولك عشرة براو عليك يا استاذ براو عليك احنا عندنا هجز كبير قوي في الاماكن الشيك قال ايه وبنبعت صبياننا في الاماكن الساكه يعني شحات بيشحت في شحات انا عمري ما شفت الشحات لابس كده ما تقطعوني الزكيته دي اقرف خالص اكرهك لو اتكلمت فاهم ولا مش فاهم طيب انت بتتكلم خالص طيب حاضر طيب طب اقول لله يا محسنين انا صوتي حلو اغنيها حلو قوي نعم جايب تغني انا لو عاوز شحات يغني كنت جبت عبد كفته وفرقته وعارف اوقفهم فين مين عبد كفته خالص مش حاضر اتكلم خالص راسك اللي فوق برنس ايدك قدام لا يخرب بيت ابو اللي زعلك الهي ربنا يكرمك الهي ربنا يخرب بيت اللي زعلكم الهي يا رب اهلا 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 الهي ربنا يكرمك يا شيخ الهي ربنا يكرمك الهي ولا انت ولا رايح فين يا مجنون البس النضارة وقف مكانك الجنيه طار يا خليل مالكش دعوة طار مطارش الجنيه هيوصل حالا الهي ربنا يكرمكم الهي يا سيدي الجنيه اهو وادي ابن حرام ايه الموضوع يا خليل ومين الهلف دي وانتوا طلعتوا من ايه؟ مالكش دعوة انت شوف شغلك حتة بلاش لماضة مفيش اثناء العمل بوس الهي يا رب ربنا يكرمكم الهي يا رب ما تجيب حاجة مش شايفاني عاجز ما تجيب حاجة لله الهي ربنا يكرمكم ناقص 3 جنيه 75 قرش انت بتقرطصنا انت فاهمنا ايه انت عملت النهاردة 28 جنيه و16 قرش الله وعرفتوا ازاي اطلع بالباقي ايه اطلع بالباقي ده انتوا ولاد جنية احنا الاولاد جنيه عامل 28 جنيه و 16 قرش 28 جنيه و 16 قرش في اليوم الاولاني ده نجاح باهر للشخصيه ده سكسيه البركه في النضاره انما انتوا يعني هتاخدوا الفلوس دي كلها ايه ايوه احنا بناخدها انت قاعد عبيط ولا بتستعبط الواني انت هنا مجرد موظف تاكل وتشرب وتتكسي وتاخد بوكت ماني فوكت فاني ايه دي؟ يعني مصروف جيبة يا روح امك احنا ورانا مصاريف جامدة اوي ببقى بقى جايب لكم 28 جنيه وتدوني جوز جنيهات بس انت فاكر نفسك شحات صايع؟ انت مركز انت بتتكلف مصاريفك كتير اوي ايوه عندك مصاريف الدكتور اللي بيعمل الشحاتين عندك مصاريف مدير ادارة الشحاتين عندك الفتوات اللي بيحموا وقفتك عندك مصاريف شخصية وخلافه نهاية الأول انت هنا عبد المأمور تلعب كده ولا كده هتروح في الفاسكونيا تاخد لك نفس لا اتعش عشو بقولك ايه على فكرة تشتغل اكتر تاخد فلوس اكتر
احنا ناس حقانية ما نحبش تاكل حق حد ابدا. حقانية؟ خدهم قد كده على قلبك كبدأ المية لما تتجقر من تحت منك. سيبه سيبه. ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم، ربنا يكرمك. يا استاذ يا استاذ. ايه ايه دي؟ ايه الورقه اللي انت مدهاني دي؟ دولار يا حبيبي. ايه دولار؟ هرر. ايه الهرر دي؟ لا شوف اما اقول لك، خد الورقه دي واديني مصري. انا بدعي لك بالمصري وهتخش الجنه بالمصري، يبقى تديني بالمصري. غريبه انت بتشوف ايه؟ انت مش اعمى؟ انا اعمى في كل حاجه الا الفلوس. خد الورقه دي واديني بالمصري، انا قابل منك اي حاجه ان شاء الله اشيل الحد. هدي هدي كويس. شوف انت وانت من اهله، ربنا يكرمك ويستر عرضك وتخش الجنه انت ومامتك. ده كده حلاوة قوي. نخلع بقى. زي كل مره ولا هتغير النهارده يا بيه؟ ايوه زي كل مره يا متر. الا اقول انت متر ولا متر الا ربع؟ حلو. يا سلام، قال يعني السقفه مقطعه بعضها قوي. الحساب من فضلك. تلاتة أربعة خمسة ستة جنيه وعشرين قرش. كم؟ بقول لحضرتك ستة جنيه وعشرين قرش. الأكل اللي أنا أكلته ده بستة جنيه؟ وعشرين قرش. ليه؟ قاعدة في الشيراتون ولا في الهيلتون؟ حتة لحمة قد كده مشوية وشوية سلطة بستة جنيه؟ من فضلك يا أنسة، عايزين الحساب من غير منادى. طب مش كنتوا تقولوا لي؟ هنقول لك إيه بس؟ قولولي ان انتوا غاليين كده. يا ست احنا لا غاليين ولا حاجه، الدنيا كلها مولعه، من فضلك بقى عايزين الحساب. وانا يعني لو كان معايا كنت قلت لك كل الحكايات اللي بحكيها لك دي. يعني ايه بقى؟ يعني انت فاجئتني. اخ، دخلنا في الدحليق. لا دحليق ولا نيلي، الحساب عندني. عندك انت ده ايه وانا بشحت؟ مالهم الشحاتين يعني؟ ومع ذلك يا ست لا بتشحتي ولا نيلي. خلاص الناس لبعضيهم. ايوه بس انا ما اقبلش انك تدفع لي الحساب. يا ستي بردهم لي بعدين. ردهم لك ده وانا اعرفك منين؟ لما اقرع ونزهه صحيح. الله 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 الله، انت هتلبخ. مش احسن ما ياخدك يحبسك؟ ايوه يحبسك. امال يعني عايزه تاكلي بلوشي؟ لا مش قصدي، بس قصدي خلاص انا يعني هدفع الحساب. ما هو قصدي الحساب كام يا نادل انت؟ 7 جنيه و20 قرش. انت مش لسه قايل 6 جنيه؟ الله، جرايات التهاني مش شي بقشيش برضه. انا ما ادفعش بقشيش. انت هتدفعي حاجه من جيبك؟ انت مخك زينخ ليها يا جدعين؟ لزوم ايه هلات الوقت؟ وقلت لك الحساب عندي. متشكرين يا سعاده البيت. اهديت زباين ولا بلاش؟ تعال هنا. انت رايح فين؟ ايه؟ عايز حق المواصلات كمان؟ لا مش قصدي. امال قصدك ايه؟ قصدي يعني ابقى اجيلك فين عشان اديلك فلوس؟ يا ستي بيدعي لي بيهم دعوتين. ليه؟ شحات على باب السيده؟ انت حاطه نقرك من نقر الشحاتين ليه؟ انت كمان كلامك غريب قوي. انا كويسه وبنت ناس كويسين، واللي حصل ده ظرف طارق. مين طارق دي؟ ها؟ مين طارق؟ لا ده انت بتعرفي تضحكي اهو. المهم ابقى اجي لك فين عشان ادفع لك فلوسك؟ عايز علولي يعني؟ مثلا انا ساكن في رصيف نمره 5. نعم. مصممه؟ جدا. انا هتغدى هنا بكره. لا يا عم انا مجيش هنا تاني. يا ستي خلاص، هما يعني هياكلوكي بالعافيه. خلاص يبقى ميعادنا هنا بكره. طيب بعيده بقى.
وانت من اهل. انتوا جايبين لي مسكويت؟ ما تجيب لي عيش مرحرح ولا حاجه. انت يا نادلين ايه الايه اللي هناك دي؟ ومعايا الكومي يا ويكي. مره واحد جه يضرب تليفون قام صعب عليه. حلو حلو، ما تلعب العب. مره جه واحد جه يقعد على قهوه قامت لسعاه. حلو. بالكم في بلدنا بيسخنوا الطير على العمده عشان يستحمى في الشتاء. شويه معنانا ايه؟ شويه ومعايا واد كمان. كمان بقول لك ايه؟ الراجل الكبير. الراجل الكبير مين؟ ناموس. مال؟ متكيف منك قوي، كل يوم في العالة يا عم، وكل يوم وماشية معاك حلاوة طحنية. تحريت ايه ومشي ايه؟ ما انتوا مش راضيين تفتحوا مخكم معاي. بجيب لكم في اليوم دلوقتي 50-60 جنيه ولا بنشوف حاجة. الله 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 الله، انت هتفجر بقى ولا ايه؟ خليك عاقل ما تبقاش طماع. يومياتك النهارده وصلت 13-14 جنيه في اليوم، عمر جد جدك ما شمهم. ما ينفعوش يا خليل. بقول لك ايه، ورانا مصاريف كتيره وراجل عمال يزودك كل يوم، ما تبقاش نصيبك النهارده. 14 جنيه؟ مالهم 14 جنيه؟ مالهم؟ انت كنت بتشوف الريال تقع يا راجل، على رأي المثل. كان فجره وطلع لبره. هات. هات يا سيدي، احنا قلنا حاجه؟ هات. اشرب يا حسنين وطلع من مناخيرك. من يد ما انا اعدمها يا جزمي. صارمه؟ ايه؟ قلنا صارمه، انا اسمي صارمه. يا سيدي ما فرقش كتير، وريني. والله ما تفرق كتير، حتى الجزمه احسن. ايدي. امسك يا بلغه. يا ربنا يكرمك، يا ربنا يخليكم، يا ربنا يكرمك. على قد ما تديني ربنا يديك 10 مرات. تديني جنيه ربنا يديك 10 جنيه. تديني 10 جنيه ربنا يديك 100 جنيه. تديني 100 جنيه ربنا يديك 1000 جنيه. تديني 1000 ربنا يديك 10,000 جنيه. إلهي ربنا يكرمكم، ربنا ما يحرمكم من نظركم. الهي ربنا يكرمك يا سيد. فوت قدامي. اهدي. ايه يا جدع انت؟ بقول لك فوت قدامي. افوت قدامك في ايه؟ ما سيبنا اشوف شغلي. شغل مين يا متسول؟ ايه متسول دي؟ انت بتغلط ليه؟ سيبنا يا جدع اشوف اكل عيش. اكل العيش متسول؟ وانت مالك انت؟ اتسول زي ما انا عايز. ليه الحقد دي؟ عايز تتسول ما تتسول. كلم الحكومه يا متسول. حكومه؟ حكومة ايه؟ انت مين؟ مش عارف انا مين؟ انا بوليس اروح والدك قدام على العربية اللي جرك من الاول. الله، وهتاخدني ليه بقى؟ هما مش بيصرفوك؟ اخلص. انت مش بتاخد قبيد؟ لو قلت كلمة تاني زي دي هعمل لك قضية غيرك. ده بينها جد يا خليل يا غبي يا هموش. خش قدامي. اهلا. خش يا اخويا خش. اهلا. خش. الله، انتوا هنا؟ ايوه. امال يعني يا خليل الغبي وهموش بيقولوا انهم بيرشوا؟ دول كدابين، انت بتصدقهم؟ كدابين؟ هيعملوا فينا ايه؟ هيعملوا فينا ايه؟ الحمد لله على السلامة يا خليل يا غبي. سلامة. ايه؟ مالك بتنفخ ليه؟ حملة. حملة؟ خدوا 5 من رجالتنا. ايه دي الحملات؟ أمال كانوا فين النظر جاية بتوعنا؟ كل واحد بيسلك نفسه لرزقه. ادي النحس. يظني ان ده موسم، وكل ده من كلام الجرايد. كل يوم ملهمش شغل غيرنا، كل يوم يقول لك امنعوا المتسولين من اجل السياحه والسواح. كل خربوا بيتنا. خلاص خلاص، معلش، خد فلوس وروح ادفع لكل واحد كمالته. اتفضل. تشكر يا شاوشني. روح يا شيخ، ربنا يخلي لك امك واولادك. قوم يا ولد. قوم.
وممسك. خد البرشامه دي وانت هتبقى فل الفل. امسك يا معلم. الحمد لله كتر خيرك، انا مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. يا راجل ما تقولش كده، ربنا يديك الصحه انت بس. هو صحي الواحد دلوقتي زي ما يكون بني ادم. زي ما يكون ايه؟ بني ادم. امال انت ايه يا ولا جاموسي؟ ده انت بني ادم ونص. اللي مبوظ الدنيا انك انت تكسب مهما تكسب وما بتغذيش روح، ما بتبرش نفسك يا جزمه. سرمه. ايه؟ سرمه، اسمي سرمه. بقى بتموت وزعلان قوي عشان خاطر غلطنا في الجزمه والسرمه؟ انما انت اختك اسمها ايه؟ شبشب؟ ما بنخاف نصرف، ده نسحب بحق وحقيقي. وخايفين من ايه؟ ما كلها اشحات يا اخوانا. انتوا مهما صرفتم على نفسكم مفيش خوف، الارزاق بيد الله والرزاق موجود. كلامك حلو قوي، واحنا هنعيش مرتين مش كده؟ حسيبهم لمين يا عباه؟ صرمه. ايه؟ صرمه. حسيبهم يعني في صفايح كده الحكومه زي ما بنسمع يا صندل؟ صرمه. خلاص يا اخي. الله، ما احنا برضه ما بيدخلناش كتير، كفايه الفرده اللي بياخدها هموش اللي معاه. ايوه يا جدع، مستغلين لاخر استغلال. وشوفهم ادي احنا مرمين رميه الكلاب ولا حد سال عننا. على قولك. طيب ليه كلام تاني معاهم ولاد الابلسه؟ كلها ليلتين في الحجز يا حسنين. كم؟ ليلتين. ليلتين؟ يا حزن الحزن. طيب 6.5 جنيه، 7 جنيه و20 قرش، وشيلن بقشيش. ها برضه مش هتاكل حاجه يا مدموزيل؟ لا مش واكل، انا مستنيه واحد. طيب ما جاش ليه؟ هو مش بيجي كل يوم يا سمكيه؟ هو مين ده؟ الاستاذ ده اللي دفع لي الحساب امبارح. لا يا ست، ما بيجيش كل يوم، ده بيجي ايام ايام. دي وقعت ايه دي بس؟ انا عايزه اديله الفلوس اللي دفعها لي. القعاده على الترابيزه معناها الاكل يا مزمزيل. طب خلاص روح هات لي واحد كريم كراميل. الله، انت هتحلي قبل ما تتغدي؟ انا حره يا اخي. طيب اسمع. اسمع يا اسمك ايه؟ نعم. هو ال الكريم كراميل ده بكام عندكم؟ ب50 قرش. الواحد؟ لا النص. طب هات لي نص، اصل انا عامله رجيم، قالوا لي ما تاكليش سلطه ولا لحمه ولا اي حاجه اكتر من 50 قرش. يا ترى انت فين يا اسمك ايه اللي دفعت لي الحساب؟ الافراج وصل يا معنانا. خش يا تعالوا فرحين، بدكم خيمه بقى كده تقعوا كلكم. انت ليك وش تتكلم يا سهموش انت؟ اخلص يا ما تكلمش المعنانه بالطريقه دي. انت اللي تخرس يا غبي. محدش من عينك. ما تقولش واد، ما تيجي تاخدنا كلامين. مش دلوقتي. الله 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 الله، ده انت فارد صدرك قوي. قعدتوا تنيمونا وتسرحوا بيني وتقولوا ان كنتوا حاميني وحاطين الكل في جيوبكم واحنا متفقين صدقناكم. الواد ده لازم يتقدم يا معلم. بس اسكت يا بغل، حد يبقى بغل كده واسمه عزيزه يا كلب. سيبه تماما، كان برضه ابننا وتلميذنا. تلميذ الندامه، تلميذ شغلانه سافله بنت 60 كلب. حق علينا اللي علمناك الشغله، وبقى عندك صنعة محترمة تاكل منها عيش بعد ما كنت صايع. دي شغلة محترمة دي؟ ده الحرامية أحسن مننا. على الأقل الحرامي بيسرق عين عينك ومعروف إنه حرامي، لكن إحنا بنسرق الناس بسم الله، بنقول لله علشان نطلع اللي في جيوب الخلق. والله بريء مني ومنكم يا حوش. اللهم طولك يا روح. خلاصة الكلام إيه دلوقتي؟ خلاصة الكلام بدام اعترفت إنكم حرامية ولا 60 كلب يبقى ناخد حقوقنا. ما انت بتلهب تلت اللي بتجيبه دلوقتي يا ابني. ايه هتلهب التلت ده يا غبي؟ تديه لامك. امي؟ انا ما بتكلمش عن نفسي وبس، انا بتكلم نيابه عن كافه الشحاتين المحترفين زمايلي، وانني اليوم لابد. اوعى يا ولا سيبوه. انا بقى ادي التلت لامي. وابقى سلم لي عليه. هاتوا سامو
والسلام أمانة يا غبي. عايز تعمل لي عاهة؟ عايز نشحت؟ حطوه حبس انفرادي. ينصر دينك، انت فتحت عينينا على حاجات ما كناش نعرفها ابدا. ربنا وياك. مش ده مطعم؟ ايوه مطعم. انت جاي تتغدي بقى؟ لا مش للدرجات يعني، مش بالظبط بالظبط. هو ما جاش ليه؟ مش عارف والله. اسبوع بحاله وانا باجي ادور عليه كل يوم وبرده ما جاش. دي اول مره يتاخر فيها بالشكل ده. طيب هتقعدي؟ لا طيب همشي. ليلتك فل يا فل. عايز ايه يا سي زيف؟ زفت برضه. مش عاجبك الزيف وعاجبك الغبي قوي؟ لما انت وانت صغار كانت امك بتدلعك تقول لك ايه؟ يا حمار. الله يسامحك. زعلت قوي؟ ده الحمار هو اللي يزعل. يعني انت مروق قوي يا اخويا النهارده يعني. مروقش ليه يا خليل؟ أهوه. عجبك الرمية اللي انت فيها دي؟ يا انت صاحبي من زمان، انا اللي اكتشفتك وما هونش عليا تتلقح التلقيحه دي. عايز ايه يا غبي؟ عايزك تعقل يا ابن الحلال وتبطل تقوم الخلق علينا. وهندي لك بدل التلت النص يا عم، وما تقولش لحد. واذا ما كنتش عايز اشتغل لحساب اهو، ده اللي مش ممكن ابدا. نجوم السامه اقرب لك، مش هتقدر تفلفص مننا، كان غيرك اشطر. اعقل يا ابن الحلال وبدل رميتك دي قوم اشتغل. وان حاولت تلعب بديلك كده ولا كده يا برطوشي هتعملوا ايه يعني؟ هنشحت منك رقبتك.
فكر يا ابن الحلال وانت فلاح قراري ومش غبي. ايوه هنبقى انا وانت اغبياء يا غبي. انت هنا بقى العيد قرب واحنا منقيين لك مكان. سوى 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 كل لما لضتني. وهتكون فاكر نفسك مهم قوي ولا حاجه، ولا يعني مدين الناس بقى وهتجبي عليهم بقى والحاجات العقد بتاعتكم دي. تفتح تقول لي ايه اللي اخرك؟ انت مش ليك فلوس؟ مش مفروض تيجي تاخد حقك يا ستي؟ هو يعني حقي هيروح؟ طب ايه اللي غيبك عني 11 يوم في الشغل؟ يعني اصل الـ 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 الجماعه اللي كنت بشتغل معاهم كانوا تعبيني شويه. انت بتشتغل ايه؟ يعني بشتغل مستثمر أجنبي؟ ده مصدر واحد أجنبي؟ أصلهم دايما يقولوا مستثمر أجنبي. لا يعني أنا مستثمر كده على قد حالي. يعني زي ما تقول رجل أعمال. أيوة أعمال حرة يعني على باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله، أمال يعني على باب الشعرية؟ يا بنت الإيه، دمك زي العسل. أديك حقك وانصرف أنا بقى. تنصرفي تروحي فين؟ أروح شغل. لا شغلك إيه؟ اقعدي تتغدي. أتغدى؟ لا يا عم، حد الله بيني وبين المطعم الغالي ده. ولا غالي ولا حاجه. ايوه طبعا، ما انتوا تقولوا كده مستثمرين بقى واكلنا ولعه. ولعه ايه بس؟ لسه مستثمرين في اول السكه. يا دوبك اعمل بكره تكبر يا خدامه حسنين. وانا عايده ومش هقول لك خدامتك. خد بقى يا عم ايه فلوسك اهي. فلوس ايه؟ والله ما انا واخد حاجه. عليا النعمه اللي انت واخدها. وانا بقول لك شغل حاجه على شغل حاجه. علي النعمة ويمين على يمينك لا انت واخدها. عيب ايه؟ ما تقوليش حاجة بقى، شغل فلوس على شغل فلوس. لا واخد فلوس بقى. عشان تعملها لي حلوة نفس الوانة وتقول لي نتقابل كل يوم وحاجات زي كده. عندك مانع؟ لا نتقابل بكرة. خلاص بكرة بكرة. إلهي ربنا يكرمك. نو دولار ايجيبشن ماني تشكر. سعد عاجز النظر، الهي ربنا يكرمكم، الهي ربنا يخليك. نو عملة صعبة ايجيبشن ماني. هو كده انت ايه يا سيدنا؟ زي المنشار طالع واكل نازل واكل. وانت ملك انت جناح انت؟ انت عايز مني ايه؟ لما في زبونه لما يديلك. وانت هتنق عليا ليه؟ لو انت فاكرني مش واخد بالي منك، ما انت بتكسب ذهب انت راح والفلوس نازله راح عليه. الله، انت بتشوف ولا ايه؟ قال لو انت فاكرني يعني عشان اعمى ما اشوفش. انا من عيلة كلها تعيم لكنها موهوبه. انا خالتي بتشتري الخضار على عجلي، وعمي بيصلح ساعات. بيصلح ساعات؟ طب وعمتك؟ دكتورة عينين. ماشي يا معاك بس. طب يلا امشي بقى من هنا، امشي لخلوهم يقطعوا لك مناخيرك. يلا امشي امشي، تبدأ الميه لما تتجقر تحت منك. الهي ربنا يكرمكم. اهلا وسهلا سعادة الدين. صباح الخير. صباح النور. الهي ربنا يكرمك. نه دولار اجيب سان ماني. الهي ربنا يكرمك. صباح الخير يا فندم. اظن مبلغ بسيط كافي بعد اذن سعادتك. الاعلان جاهز يا سعاده البيت وهينزل بكره ان شاء الله. الاعلان يلفت النظر يا فندم. هيجيب فلوس دوائر 35,000 جنيه للشقه.
يا بلاش يا بلاش 35000 جنيه بالشقه. الو اهلا سعاده البيت. ايوه سعاده البيت. خد بالك الايام دي كويس. اسمعني، مش عاوز معه كتير. وضوح يا فايق، انت متراقب. متراقب؟ في جهات بتراقبك. والله بقى انت وشطرتك، والشاطر الصحيح هو اللي ما يقعش. زي ايه بيه؟ ما لفتش نظرك حاجه تحت؟ اه بيغسلوا سلم العماره النهارده. سلم ايه؟ امال قصد سعادتك ايه؟ بص كده. شايف؟ قصد سعادتك التاكسي ولا عمود النور؟ ايه يا حامد الغباوه دي؟ مالي انا ومالي التاكسي ولا عمود النور؟ انا بقولك على الشحات الواقف ده. واحنا مالنا ومال الشحاتين يا بيه؟ لا هما الشحاتين هيلفتوا نظرنا في ايه بس؟ الولد ده ما بيشحتش. ايه خايب؟ ربنا يرزقه اسعه البيه. الجدع ده منظره مش منظر شحات، حتى ونمد ايده، حتى ونحط نضاره سودة على عينيه. طب ما يمكن. ما يمكنش، زي ما بقولك كده، كلام كتر علينا والقلق اللي عند الناس زاد من ناحيتنا. العربيين اللي خدناهم على عمارات في علم الغيب، ومشاريع الاكل اللي بنقول عليها وبنقبض عليها دواهي، والسمعه اللي طالعه علينا اننا بنتاجر في المخدرات. بس ما حدش بالك عننا. ما هو ده قلع. لما المسائل بتكبر بتبص القضايا اللي زي دي بصه تانيه، ويحاولوا يحطوا حوالين رقبتنا الحبل اللي نشرد نفسنا بيه. انا عايز جنيه. جنيه ليه؟ مركب 6 زرار في العربية وعايز جنيه في مشوار زي دي؟ مش من غير البنزين. البنزين غير 20 ساعة. تقوم انت تاخد جنيه؟ قال احنا بنسرق. هات يا اخويا هات، احنا بنشحت. خد ايه جنيه اهو، ماليش دعوه بالشحاتين. كبداء المية كل زبون ناكف فيا لحد ما يدينا الاجرة. امال ما بتشطروش على الجزارين ليه؟ قومي يلا يلا بينا. على فين؟ مش انت بتقولي ما تحبيش المطعم ده؟ اه خلاص يلا روح حته تانية. لا انا اول مره اخرج فيها مع راجل. ماني كمان اول مره اخرج فيها مع راجل. يلا. يا ابني اللذينة بقى انت اول مره تخرج فيها مع بنات؟ أنا أول مرة أخرج فيها يعني في حياتي. معقولة؟ شاب جذاب زيك أنت. كذاب؟ كذاب إزاي بقى؟ أهو جذاب. بقول لك أنا مش كذاب. مش كذاب، جذاب، جذاب يعني بيشد البنات المقطعين اللي زيك. أيوة فندق. أه فندق. أنا فندق. فندق ودمك زي العسل كمان. معقولة بقى ما تكونش مقطع السمكة وديلها؟ سمكة إيه؟ ده أنا غلبان وعلى باب الله. يا عم ما كلنا على باب الله. طب عيني في عينك كده؟ ولا حتى أيام ما كنت في الجامعة؟ جامعة؟ الجامعة ايه؟ هذه اللي مستحيلة. ليه بقى؟ لأن أنا ما كنتش في الجامعة من أساس. ايه ما معكش شهادات؟ ازاي بقى؟ معايا شهادة وفاة أمي.
لا انا بتكلم بجد، ما معكش شهاده جامعيه؟ لا. احسن. هما يعني اللي معاهم شهادات عملوا بيها ايه؟ مش كده؟ انا الحمد لله بكتب احسن من بتوع الجامعه. على العموم الحمد لله، من حسن حظك بقى ان عقول البنات اتغيرت، لا بقوا يسالوا شهادات ولا غيره. يعني انت لو اتقدمت لواحده متعلمه مش هتسالك على شهادتك. متعلمه لحد فين يعني؟ يعني لو كانت مثلا معهد سكرتاريه. وانت بتشتغلي بالمعهد ده من امتى؟ يا مندي انا بتكلمش على نفسي، انا بقول مثلا. ايوه انا بقول يعني مثلا. خلاص مدام مثلا تقدر تقابل باباها امتى عشان تخطبها مني؟ قال بسرعه كده. ليه لا؟ مش انت عاجبها وهي عاجباك؟ وبعدين هي مش متعوده تخرج مع رجاله من غير خطوبه. على رايك احنا في عصر مترو الانفاك. وعلى فكره باباها راجل طيب قوي. باباك ايه؟ باباها هي بنقول مثلا. ايوه طب ايه رايك مثلا يعني مثلا في يوم الخميس الجاي؟ خلاص اديك العنوان واقول لباباها. اه يا لهيمه طلع مش عارف، والاماكن اللي راحها ما تدلش على انه شحات اطلاقا. راح مطعم كويس قوي وقابل بنت حلوه زي القمر وقعد معاها في كاسينو. يعني البيت طلع ظابط نجاح. والله يا بيه مفيش حد في الدنيا يعمل اللي عمله اخينا ده. عشان تعرفوا اني مش نايم، انا متاكد وعندي معلومات مؤكده انهم بيراقبونا. والحل؟ عايزين يهدوها على دماغنا. انا فاضل لي تكه صغيره والعب لعبتي الكبيره. قصدي يعني مساء الخير. ما ترسلك على بر صباح الخير ولا مساء الخير يا ستي؟ ما تدقيش علشان بس اعرف ارد عليك. اقول لك خليها ظهر الخير. ظهر الخير؟ ده انت بنت نكتة. تعجبني عريس. الله عريس؟ اه ما هو ده ملابس اللي على الحبل ومتشيك، يبقى انت العريس اللي مستنيه بابا. مستنيه بابا؟ حق بابا مستنيني؟ اه ونضفنا البيت واشترينا دستة جاتو وما بخرت الشقة بعد الصلاة، بس اوعى تقول ان انا قلت لك. لا ما تخافيش، والختنة الشريفة من هاي. تعجبني، اتفضل. يا ساتر، يا ساتر، دستور. انا اسمي نعمان، اسم بلدي قوي، مش كده؟ على كل حال انا سميت نفسي نانا، تقدر تقول لي يا نانا، اتفضل. مين يا نانا؟ ده اسمه ايه ده يا بابا؟ حسنين البرتوشي. ايه البرتوشي؟ الحمد لله دي نعمات ارحم 50 مره. يا بنت يا شقيه. طب خش اهلا وسهلا. اهلا بيك. اتفضل يا ابني. دمها خفيف. اهلا وسهلا. انا بنتي عايزه كلمتني عنك كتير قوي وقالت لي عليك انك انت ابن حلال. الله يخليك. اتفضل يا ابني. اتفضل. اشوف يا ابني، مش انا اللي هتجوز، انتوا اللي اخترتم، بس انا بقى عليا النصيحه. اتفضل اتفضل سريح ونعم التفكير. تحب تشرب ايه يا حبيبي؟ كرسي معسل. يا نانا انت قلت تشرب ايه؟ كل نفليكس. حاجه ساعه اي حاجه. حاجه ساعه يا نانا. انا يا ابني احب اخد عندك فكره اوضح. انت بتشتغل موظف؟ موظف ايه يا عم؟ شايفني بقول لله؟ لا والله ظريف ودمك خفيف. ده صحيح. عايده كانت قالت لي انك انت بتشتغل مستثمر، بس يعني مستثمر في ايه يعني؟ مستثمر عند ربنا. القرش بعشر امثاله، يعني اللي يدفع قرش يتقيد له بعشره. عظيم. ده بعد كام سنه؟ بعد ما يموت. بعد ما يموت؟ يا مؤاخذه انا مش فاهم حاجه. استثمار يا عم يعني اشي بره واشي جوه وشغل اخر حلاوه. يعني شغله كويسه وبتكسب. بتكسب؟ اهي بترزق اخر الليل، بالك الزبون النظيف بيقدر برضه. خلاص يا عيد، انا كل اللي يهمني انكم تكونوا سعداء مع بعض. تعيش يا عم. تاخد سيجاره سوبر بفلتر مستورده؟ يا ابني السجاير مضره بالصحه وبالمال. مضره بمال مين يا عم؟
ده انا مش عارف اودي الفلوس فين. امسك سيجاره. يلا خلي الخواجات تسترزق، يمكن يكونوا بيجروا على ايتام. امسك. طيب يا سيدي اشكرك. انت مش قلت انها مضره للصحه؟ لا 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 والله دمك خفيف. الحاجه الساقعه يا ولاد. احنا هنقعد نقول طول النهار حاجه ساقعه وحاجه سخنه؟ ما انت عارف كل حاجه بالمفتشه. خليها شربات بقى. حاضر يا سيدي، نخليها شربات. الشربات يا نانا. الله، انت ما صدقت. ما تسخطيش نبان مدلوقين عليه. ألف مبروك يا بنتي يا حبيبتي. بس برضه ما تزغرطيش. الظاهر يا ابني ان انا هحبك، لأنك هتشرفني وهترفع راسي، لأني من زمان نفسي يبقى لي ولد أفتخر بيه قدام الناس. مالك يا علاقة؟ مش في الفورمة يعني. وبعدين ده الدنيا حلاوة والقباية كتر والشغل بقى هنا. شغل؟ الشغل ايه يا خليل؟ لو انت فاكرنا بني ادمين. امال احنا حلالين؟ طبعا بني ادمين. يا ده اللي تغلبه العاب وهلا. الدنيا دلوقتي اتغيرت والجدع هو اللي طلع القرش من جيب الناس، ومن احنا مش حرامية يبقى احنا اجدع ناس. اجدع ناس؟ تجدع ناس منين يا خليل؟ طب احنا نقدر نتجوز ونبقى بني ادمين؟ طبعا يا جدع. نتجوز اي واحده، اي واحده بتاعت غرزه بتبيع حمص الشام، بتبيع دوره، بتلم سا 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 سبارس. تتمناك سبارس ايه وغرز ايه يا خليل؟ انا عايز ابقى محترم، عايز الناس تفتخر بي. محترم؟ محترم ده ايه؟ وعاد تكون مصدق الشياكه اللي انت فيها دي. ده ديكور، ديكور احنا اللي عاملينه. انت من بره هلا هلا ومن جوه يعلم الله. انت شحات، شحات، ولازم تعيش على انك شحات. شفت يا خليل؟ اديك لفيت لفيت وقلت شحات. الواحد هيبقى محترم منين بقى؟ انت محترم بقرش؟ معاك قرش تساوي قرش. واوعى في يوم تبص لفوق. يلا يا حمد عشان ننزل. ابدا يا دوبك. يا سلام، ولا هتعملي فيها بقى سي السيد وانا الجاريه بتاعتك ان شاء الله. العفو عيب. عفو مين؟ جواري جواري وانا يهمني. انا جاريتك يا سي السيد. انا دلوقتي مقتنع تمام الاقتناع، ومش هقعد اتفرج لغايه ما اروح في داهيه. انا عايزه على انفراد. شوف بقى يا حسنين، مش عايزين نرهق نفسنا من الاول بالعفش والمصاريف والحاجات اللي زي كده. ها احنا نجيب اوضه ولا اوضتين على الحاجات المهمه قوي، زي مثلا التلاجه، التلفزيون. ولا اقولكش على حته فكره؟
تيجي نوفر ده كله من الاول ونروح نقعد عند بابا وماما في شقتهم. اهو انت يا عم دلوقتي بقيت فرخه بكشك عند بابا بيحبك زي ابنه بالظبط. اه مش عاوزين فشخره من اولها، كمان عارفاك تموت في الانزاحه. وحياه ابوك يا اخويا كمان تنسى المطعم اللي كنت بتاكل فيه ده، نوفر الجرشنات، العروسه للعريس والجري للمتاعيس. انت دلوقتي مستثمر وتاجر، والتاجر يحب السيوله معاه، صح الكلام؟ عايدة يا عيون عايدة، انت طيبة قوي، وابوك وامك ناس طيبين قوي، وفي الحقيقة انا ما استاهلكوش. يا واد انت يا متواضع. انا بتكلم جد. يعني ايه؟ يعني بصراحة كده انا عايز ادوكوا بومبة. بومبة ايه يا ابني؟ يعني اخلع، عايز اخلع. تخلع؟ يعني ايه مش عايز تتجوز؟ ايوه. ايوه؟ ايوه ازاي؟ يعني كنت بتلعب بينا بقى ولا ايه؟ ولا كنت عايز تمشي معايا حلواني كده ولما لقيت المسألة جد عايز تفك؟ انت فهماني غلط. بس ايه غلط ايه وصح ايه؟ ما هي باينة اهي خلاص. انا ما استهلكيش، انا اصلي جربوع ورحمة ام انا ابن كلب جربوع، ما استهلكيش. بس ملوش لزوم الكلام الفارغ بتاعك ده، انت خلاص انكشفت على حقيقتك، انت يا اما راجل ملعب يا اما راجل مجنون. لا دي ولاد، انا جربوع. جربوع؟ عايدة. عايدة انت خليت فيها عوايد، انت خليتها خل خالص. عايدة عايدة، وانا لازم كنت اخلص ضميري، الناس دول ناس طيبين وحرام اذيتهم، انما انا شحات مفيش اوطى من كده. من ساعة ما خرجت من اللوكام ده شحات افندي. شحات افندي؟ انت حكومة، انا ما عملتش حاجة. انت حكومة، مش عايزين نلف وندور على بعض، احنا عارفين كل حاجة. عرفتوا ايه؟ انا حسبت مرتبك من دلوقتي لغاية ما تطلع على المعاش، لقيته 22,000 جنيه، ده بدون خصومات. ايه رأيك في 100,000 جنيه؟ 100,000 جنيه؟ ليه بقى؟ حسرها لك سرية ولا عقتل لك قتيل؟ ما تلفش وتدور عليا يا حضرة الظابط. ظابط؟ احنا ناس مفتحين وفي السوق ونفهمها وهي طايرة. يا عم انت فاهمني غلط. انت اللي فاهمني غلط. انا كل اللي بطلبه منك تقرير صغير قد كده اهو، لا من شاف ولا من دري.
داريلي مين؟ من إدارة بتاعتك. تقول فيه اتضح من مراقبتي الفايق عايش إنه إنسان شريف، وإنه بيتاجر في السيارات والبيض وشقق التمليك بشرف وأمانة. أما موضوع المخدرات والنصب والاحتيال ده، فده ملوش أي أساس من الصحة. وانت فعلا ما شفتش حاجة؟ تقرير ايه وإدارة ايه وبوليس مين وفايق مين؟ فايق اللي قاعد قدامك ده وبتراقبه أكتر من 3 أشهر. اصحى معايا وفوق، دي فرصة العمر ما تجيش غير مرة واحدة. انت شاب وداخل على جواز، والجواز عايز عفش وتلاق. الانطلاق، خبرة 50 عاما تقدمها نيسان ديزل من محمد موتورز. اقوى المحركات، حمولات متعددة، اكبر مخزون لقطع الغيار، واحدث ورش للصيانة تحت اشراف خبراء يابانيين. نيسان ديزل تقدمها شركة محمد موتورز. الجماعة دول محرجين عليهم انهم يرمشوا، بس انا هعرف اخليه ينطق. عجبا، فواكه طبيعية محتضنة بسراب من البقاليل المنعشة. تمتع بسر شويبس. بل التنظيم. الله 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 الله. ايه ده؟ ماله الجميل مكرم كده ليه؟ ايه مالك؟ ماليش. الله، انت كنت مع خطيبك؟ خطيبي؟ اه. ايه ده؟ خطيبي قال مش عايز اسمع سيرة خطيبي ده خالص، ما بقاش في خطيبي. طيب طيب بلاش بلاش بلاش. عملت ايه؟ سعادتك عندك حق في كل اللي قلته، انت اذكى واحد شفته في حياتي. دول 150,000 جنيه مش لعبة، وكان لازم نتأكد. ولو اني كنت متأكد، لكن برضو كده احسن. يلا بينا. دولار ماني. الهي ربنا يكرمكم. اركب يا حضر الضابط. الله، ايه يا جدعين؟ انت هتخني ليه؟ اسيبك بالليل الاقيك الصبح قدامي. انا راجل اعمال، لازم اطرق على الحديد وهو سخن. الحديد ايه وسخن ايه؟ سيبني يا جدعين تسترزق. اركب مش هتندم. انا مشواري يتكلف غالي. اركب. اركب اركب، ما اشوف اخرتها ايه. الله، ايه الحكايه؟ وايه اللي لم ده على ده؟ وده مين وليه وفين؟ ورايه ايه؟ الله، المبلغ اهو 150,000 جنيه بالتمام والكمال. والمقابل، المقابل تند التقرير ده. انا مجهز لك كل حاجة، اتفضل اقرا. كمان مش تبطل بقى الحركات دي. حركات ايه؟ احنا دلوقتي بنلعب على المكشوف. كمان عملني مش عارف تقرا. فاستهل. وارم خاطر فيك جميل. اللي مت يعني الظاهر عليك بتشتغل في المخدرات على واسع. انت مالك بقى؟ طب انا لما اقدم التقرير ده للاداره بتاعتي، تفتكر يعني الشبهات هتروح منك؟ اهو على الاقل هتسكتهم عني شهور ولا سنه، وانا مش عايز اكتر من كده. انا الكلام كتر عليا، وانا عايز اريح الحكومه. لا كتر خيرك،
على الاقل ياخدوا بالهم من الفيران. يقول لك مره واحد الفار لعب في عبه رسم على صدره قطه. حلوه. مش قلت لك دمك خفيف؟ ايوه انا عارف. اتفضل اقعد. امضي. امضي فين؟ هنا يا رب. طب ما ابطوا احسن. عليكم حركات يا بتوع البوليس. دي امضه دي؟ ده نبش فراخ. ايه نبش فراخ دي؟ انت بتتريق على امضه الحكومه؟ لا 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 ما اقصدش يعني. على فين؟ همشي. ودي تيجي. هلا انت رجعت في كلامك ولا ايه؟ افرض انك انت خدت المبلغ وما وديتش التقرير. خلاص احلف لك. لا 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 لا, لا تحلف لي ولا احلف لك. ما هو مش معقول كمان تيجي معايا. لا في حل تاني. ايه هو؟ اقول لك. تسجل لي هنا اعتراف تقول فيه انا الضابط فلان الفلاني اقر واعترف اني خدت من فايق بيه عايش مبلغ 150,000 جنيه رشوة. طب وليه كده؟ اضمن حقي. انما ما تخافش انا مش حظهره الا اذا خنتني. ما بلاش. ده شرط الاساسي. امر لله. انا حسنين البرتوشي اهدي تحياتي الى 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 اقربي في خربتها بحيره. إيه؟ والى امي والى اخواتي. ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا الضابط حسنين البرتوشي اقر واعترف انني اخذت من فايق بيه عايش مبلغ وقدره 150,000 جنيه رشوة. وهذه اعتراف مني بذلك. على فين؟ همشي. والتقرير؟ تودي التقرير دلوقتي حالا. السلام عليكم. الشنطة دي عندك 5 دقايق وحياة ابوك. ايه؟ فيها فلله. تشكر يا اخوي. انت؟ ايه وانا؟ عايز ايه؟ عايزك. يا سلام عايزني. انت مش قلت اخر مره انك مش بتاع جواز والكلام اللي انت قلته ده؟ انسي اللي فات. انا كنت بعمل ايه لمصلحتي؟
احنا بعد الجواز هنسافر اي بلد، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، وهفتح محل اجهزة كهربائية، والعيش تعيش عايد. انا مش فاهمة حاجة. مش مهم تفهمي، المهم تعرفي ان انا لما قلت لك ان انا مش بتاع جواز كنت بحبك، ولما بقول لك دلوقتي نتجوز برضه عشان بحبك. ايه ده بقى، ده خشبة حبشي؟ انت خشبة عمري. انا خشبة؟ بلاش ما تزعليش، انت عصاية، انت زعزوعة عمري. انا زع هو كده بحكي يا شيخ منعول ابو الدنيا لابو المغفلين، ولا اقول لك بلاش نشتم المغفلين احسن دول اصحاب فضل علينا. ايه يا عايده؟ ده حسنين يا بابا، اتفضل. حسنين؟ الله، انتوا مش هنكتب بالكتاب ونعمل الفرح امتى يا عم؟ لا بقى انا مش فاهم حاجه، مش مهم تفهم، نعمل الفرح وبعدين ابقى افهم. هنستكم دلوقتي على الشاطئ متعلقات واجيكم على طول. انت مش هتاكل معانا؟ يلا هناكل، يلا هناكل يا عايده. وظبط واحد مسطول على الناصية بيقزقز بومب. واحد مسطول روح بيتهم بالليل قوي، بعد يخبط على الباب ربع ساعة طخ طخ، مراته تقول له مين؟ هو من بره. شريفة بس عاوزة توضيح. توضيح بعدين. واحد. السلام عليكم. وعليكم. متجمعين عند النبي، ولو اني اللي زيكم ما يتجمعوش الا في جهنم. الله 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 الله، ايه الدخل دي؟ انا جاي اقول لكم اشوف وشكم بخير، قصدي يعني ده لا تورينوا وشوشكم بعد كده. ما تقف عوج وتتكلم عادي. لا لا، انت تخرس خالص، تخرس خالص يا غبي. انا جاي اقول لكم انا ماشي، مش هشتغل معاكم تاني. تاني هترجع تقول الكلام ده؟ المرة دي تبقى نصوحة هموش، وحسكم عينكم أشوف حد فيكم في أي حتة، ونفسي دلوقتي حد يبربش لي بس بعينيه. الله، ده أنت طايح أوي 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 يا غبي، وأي كلب فيكم هيتعرض لي هقطع خبره. الواد ده لازم يترن على. أنت ما تقدرش يا هموش الكلب. لا هقدر. ما تقدرش. خلاص يا معنانا، خلاص. عايز يمشي عشان ما تغصبش عليه. تعجبني يا غبي. ايوه بقى، التهية اللي قفلت معايا. سلام عليكم، ولو اني اللي زيكم ما يستاهلوش السلام، عشان انتوا كلاب. انا كلب؟ يا خسارة، النموذج اللي انا عملته باظ. نفسي اقابل حد فيكم ولو صدفة هقطع خبره، كالكوضاء المية لما تتجقر تحت منكم. ايه يا جدعان؟ هنسيبه كده يمشي؟ اجري وراه يا عزيز قطوره، ما تخلوش غيب عن عينك، جري. امرك يا معلمة. الواد ده اكيد لقاله سي 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 سته تانية، ولو قفلنا عليه سي 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 سته تانية هيرجع لنا زي الكلب ورجليه فوق رقبته. ايه هي السكه التانية بقى؟ انا هقول لكم عليها. والواد ده مش هسيبه، وانا اللي هقطره. يكون في حلمكم. الواد ده اذا ما رجعش لازم نخلص عليه. لازم نقتله. نقتله؟ طبعا. لان لو ما عملناش كده الكل هيقلده بعد ما علمناهم. ويمشوا ونشحت احنا. فعلا. لازم نحافظ على مملكة الشحاتين. أي مملكة لازم تحارب وتقتل في سبيل بقائها. أو أنا في سبيل بقائها. أنت مسقف أنت، على نعمة أنت خسارة فينا يا جدع. يكون في علمك يا أستاذ جمعة، لازم تحضر لنا واحد تاني، لأن المكان ده سوق. واحد تاني لعبنا الظاهر كده بيه. يعني
ما اكتفوش بتقرير صاحبنا الاولاني؟ ضروري يا ريت بعد كل اللي دفعناه يبعتوا واحد تاني يراقبنا. عارف راجل ايه؟ انت مين؟ انا اسم النبي حاصك وصاينك، انا اللي ضحكت انت عليه، احنا اللي ربينا وكبرنا وصرفنا وانت جاي هتجهز عليك تقطفها. اقطف ايه؟ تقطف. انا مش فاهم حاجه. عايز تقطف احلى زهره عندنا في حياتنا بيه، اغلى راجل عندنا عايز تلهفه بيه. يا تتكلم بوضوح يا تفضل اطلع بره. بره مين؟ بره مين يا بيه؟ انا بس بره مين يا بيه؟ سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. سيبه يا حامد. ايه يا بيه؟ يا بيه انت خدت الشحات بتاعنا مننا ليه يا بيه؟ يعني ما لقيتش الا هو. شحات مين يا جدع انت؟ حساس سنين يا بيه اللي كان بيقف دايما قدام اللوكانده. الشحات الشيك ولا مؤاخذه؟ انا مش فاهم انت بتتكلم على ايه؟ يا بيه بلاش نلف وندور على بعض وشغل حوريني يا طيطة. انا شايف كل حاجه بنفسي. يا بيه الراجل اللي ربناه واتكناه وعلمناه وخليناه احلى شحات عندنا، تيجي انت تاخده مننا سفلاه. انت عايز تقول ان الراجل اللي كان واقف تحت ده بيشتغل شحات عندكم؟ ايوه يا بيه. طب واللي واقف دلوقتي ده ايه؟ زهرات سكرتة موقفينه بدل حساسه سنين. بس حساسه سنين استاذ يا استاذ. وانتوا بتشغلوه بصفاتكم ايه؟ احكي له يا اخي، احكي له يا حامد. انا هقول لك كل حاجه سعاده البيت. انا عايز فرح يا عمي عمر الحته دي ما شافته. وايه لازمتها بس المصاريف دي يا ابني؟ لازمتها ايه المصاريف؟ دي ليله واحده من عمري يا عم. ايوه النبي يا ابني عندك حق. مش كده؟ دي ليلة واحدة في العمر. ليلة واحدة في العمر ايه يا ماما؟ فلوس هتصرف ملاش اي لزوم. يا بنتي يا بنتي لازم نعمل فرح يليق بمقام اسم الله عليه. واسم الله عليه مش هكسفك. ايوه يا ابني فرح يليق بمركزك. حلوة مركزك دي. يا نهار ازرق لو كانت عرفت مركزي الحقيقي. الحمد لله ربنا ستر. أنا خايف يا سعادة البيه لأكون مسألة الشحاتين دي مقلب مدبر البوليس. ما افتكرش. على كل حال احنا هنشتري مش هنبيع. كل حاجة هتبان. بس لو كان ده حقيقي يبقى الواد ده اداني مقلب ما خدتوش في حياتي. ما هو مش معقول يكون كل ده أوانطة. اه. اهلا يا سعادة البيه. اهلا 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 اهلا. اتفضل يا بيه. اتفضل بيتك ومطرحك. اتفضل انت الاول. اهلا وسهلا. حامد انا هنا يا سعادة البيه. هنا مين؟ هنا مين يا جدع؟ خش اتفضل. لا انا استنى هنا. اهلا يا بيه. اتفضل. اهلا وسهلا. بتعمل ايه هنا يا فندم انت؟ انا مستني سعاده البيه. بمين وبتاع مين؟ احنا ما عندناش هنا بهوات. انا عندي بيه جوه عندكم. اخينا ده اداني مقلب جامد وضحك عليا. يا بنت ضحك عليك. احنا ادانا خبور، يعني احنا الاثنين اصحاب مصلحه واحده. على كل حال يا بيه احنا ناويين نخلص عليه. وفرحه بكره. وبيقولوا عامل فرح انتك فرح ما حصلش في مصر لسه. بفلوسي. فلوسك؟ وشاط منك كتير يا بيه. 150,000 جنيه. 150,000 جنيه. 50,000؟ لو جبتهم لي هديكوا 50,000 جنيه. احنا جاهزين يا بيه. اجهزوا بكره يا ولاد. احنا عايزين نطلبه الفرح فوق دماغه.
دعيتك على ايدينا يا حسنين الكلب. مبروك يا جميل. الله يخليك يا خليل يا امير. اسكت تقول لنا عشان نيجي نفرح معاك. تفرحوا بفلوسي مش كده؟ عمل لي ضابط بوليس يا حرامي. العيب يا بيه كده ما صح. اخرس. لا لا عيب عيب يا بيه، ما تقولش عليه حرامي مش كده. اه ده راجل شحات محترم. بس يا خليل بس يا اخوي. ليه يا الاموره ما تعرفش انك انت شحات؟ هي مهنه الشحاته وحشه ولا ايه؟ انت زي ما قلتلهاش انك انت متشوق. بس يا خليل انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين 150,000 جنيه بالتمام والكمال. ده بقى غير حسابنا احنا. احنا طيب بكره نتفاهم. مفيش بكره، دلوقتي حالا. طب واذا ما جبتهمش؟ رقبتك حطير والفرح هيتهد. بتتفضلوا تستريحوا يا بهوات. لا لا معلش، احنا اصلنا صحاب قوي. الله الله، مش تعرفني باصحابك يا ابني. اتعرفهم بينا معنانا. دول اصحابي قوي، اصحابي قوي يا عمي. دول استيراد وتصدير معايا. تصدير. شحاته معلبه. نعم شحاته معلبه. حوش اسال حوش يا عمي، بندهولك هناك. اه طب عاد اذنكم. جاي هو. اه قلت ايه، مش عايزين نضيع وقت. اشاره واحده وكله ينتهي. هقول لك في الصباحية. مين دول يا حسنين؟ في الصباحية هبقول لك. أنا الصباحية هبقول لك. مش تفهمني بس انت بتتعب. انا مش قايم تاني بقى. احسن. انا الحمد لله قاعد. هو في ايه يا حسنين؟ الصباحية هبقول لك. ايه اللي في ايدك ده يا حبيبي؟ مش عارف، انا لقيتها في ايدي. وريني. اتفضل.
الصباحية هبقول لك. حسنين صلى على النبي، صلى على النبي، صلى على النبي. هو في ايه؟ الصباحية هبقول لك. فين؟ الصباحية. ماما كيف وقت يا موسى؟ تعال 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 امسكوهم. انا ماليش دعوه، دول شحاتين مع بعض. وقعت يا سفايق، كل اللي انت عملته محسنين كان متراقب، واحنا سهلنا لك الماموريه وادينا لك الدوسيه اللي اقنعك انه ظابط. يعني حسنين مرشد؟ ادي الحكومة 150,000 جنيه يا غبي. ده انت اللي غبي، ده اللي خدت 50,000 جنيه مكافأة من الحكومة. حلالي، تعالي يا حلالي. طب بس مين دول يا حسنين؟ بعد ما نخلف عيال هبقولك. هدي بوسي زي بتوع السيمة. النبي افتح لي السخمات دي وحياة والدك. لا ربنا يكرمك يا شيخ. ما تطلع الأجرة. إن الله مع الصابرين إذا صبروا. هي الدنيا هتطير؟ تستعجل ليه؟ العجلة الندامة. أنت هتفتح لي محضر؟ لا هفتح في المنديل. عايز كام؟ 130 قرش. 130 قرش تعريفي؟ لا 130 قرش ازاي؟ انت ما ركبتش عربيات قبل كده؟ ليه؟ شايفني يعني مش وش عربيات ولا مش وش عربيات؟ خد يا سيدي ادي جنيه اهو، وادي 3 تعريف. لا ده قرش ساب. لا والله ده بانه تعريف. لا ده قرش ساب. لا تعريف. خد اهو ادي تعريفي، وادي تعريفي، وادي كمان تعريف اهو. حلو قوي كده، انت هتنهى. ده انت فلقتنا يا اخي. ده بس من اصلك كانت حش وسطك. انت واحد يا حي. انت واحد، انت واحد، انت واحد، انت واحد، انت واحد. منك لله يابا، طلعتني من الكتاب. كان زماني بعرف افك الخط. انت واحد. قول لي والنبي يا حضرت العلوان دي هوصل له ازاي؟ واحد طنطا، واحد ايه واحد؟ قول يا حضرت ممكن تستر لي العلوان دي؟ هلا ايه البلد اللي محدش فيها بيرد على حد دي؟ منصورة اتنين صوفيا، صوفيا الاسمة، طب عندي شفا صوفيا، صوفيا، طب عندي الشركه اشرب. اديني واحد من ده وواحد ابوه. صوفيا؟ ايه؟ صوفيا؟ صوفيا مين؟ بقول لك تشرب صوفيا؟ اشرب من ده وخلاص، ما هو يطلع زي ما يطلع. عناية. صوفيا جميلة. جميلة قوي. هات شوية بقى فوق البيع. فوق البيع ايه يا اخينا؟ هو احنا فاتحين سبين؟ طب يا اخويا ما تزقش. قول لي واحد والدك العلوان دي اروح له ازاي؟ امشي كده ولا امشي كده؟ تمشي له كده ولا كده يا اخينا؟ ده انت مش ورد بعيد قوي، ده في المعصرة. واروح ال 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 المسعرة دي اروح ازاي؟ يا اخي اطلع من نفوخ، انا مش فضيلة. اول مرة تنزل مصر. ايه؟ اول مرة تنزل مصر. ايوه انا اول مرة انزل مصر. لا انا ما قلتلكش. ما قلتليش ايه؟ مش انا امي ماتت؟ الباقيه في حياتك. حياتك الباقيه صحيحكم مشكور، ما نجلكش في حاجه وحشه، وتعبت نفسك وجيت لهم مال. نعم انقهرت عليه، هي اللي كانت فضلاني من الدنيا، لا ليا لا اخ ولا اخت ولا اب ولا كفه شيء، كانت حطاني في نن عينها من جوه. وانت اصلك من ايه؟ انا من خربتها. ايه؟ من خربتها. في بلد اسمها خربتها؟ ايوه في بلد اسمها خربتها. امال انا هضحك عليك؟ ما تاخذنيش اصلا انا معرفهاش، ولا الحكومه حتى تعرف، ولا احنا عايزين نعرف حد، ولا عايزين حد يعرفه.
تاخد استقبالي بقى. قريبك اللي في الورقه دي؟ قريبي؟ قريبي ده ايه؟ ده خالي لذا. قلت بقى ابدا امي ماتت اجيله عشان يشغلني. هو بيشتغل ايه؟ ده بيطلع في العلالي قوي. مهم بقى. الا مهم، من غيره العماره ما تتبنيش، هو اللي بيطلع بيه. انما انت قاعد هنا ليه؟ مستني حاجه؟ مستني العربيه اللي هتاخدني. طب انا اوصل لخالي دي ازاي؟ شوف انت تركب الاول لحد باب اللوق. باب ايه؟ باب اللوق. باب ايه؟ حته اسمها باب اللوق. ايوه. الاوتوبيسات اللي هناك دي. اللي هناك دي هي. اسال اي واحد فين الاوتوبيس اللي بيروح باب اللوق. تنزل تركب قطر حلوان وتقول له نزلني المحصاره. نزلني فين؟ المسعره. تنزل المسعره. ايوه. المسعره. ايوه. تسال اي واحد يقابلك وتديله الورقه دي، هيدلك على طول على الشارع اللي ساكن فيه خالد. تشكر قوي يا حضرتك. العفو. تشكر قوي يا سي. حضرتك اسمك ايه؟ ما يهمش. تشكر قوي يا سي. ما يهمش. ما يهمش. ما يهمش ازاي؟ اسمك ما يهمش؟ لا محسوبك الدسوقي ابو عجله. ابو عجله؟ وانا اقول شفتك فين؟ شفتك فين؟ باين اني سالتك ابو عجله. تشكر قوي يا اخي. مع السلامه يا بلديه. يا اخينا واخد في وشك يعني وماشي، مش تدفع ثمن السوبيا؟ لا مؤاخذه يا حضرتك، الكلام اصله خدنا مع الاستاذ. خد يا سيدي. خد. ايه ده؟ قرش تعريف. قرش تعريف ده؟ دي الكوبايه 8 10 ساغ. 10 ساغ ليه؟ شويه الميه البيضاء دول ب 10 ساغ؟ اه. خد. ايه؟ ثلاثة تعريف اهم. حلو قوي كده، كويس. فتحش وسطك. محدش يدفع أكتر من ثلاثة تعريف. أمر لله. أنهي قنبيل اللي بيروح باب ال باب ال باب إيه؟ باب ايه؟ ده كان لسه على طرطوفة لساني دلوقتي. باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ باب الوزير. هما الوزراء بقى ليهم ابواب؟ امال باب ايه بس؟ باب ايه يا هو باب حاجة ما تتاكلش. تتشرب؟ ولا بتتشرب. امال باب ايه؟ باب. ما تقول لي انت اللي باب اللي عندكم وانا اقول لك. باب زويلة، باب البحر، باب اللوق. ايوه ايوه، هي باب اللوق دي. عليك نور. طب يا اخي قول كده من الصبح. وانا كنت عارف ولا قلتش؟ اتفضل روح اركب الاتوبيس اللي هناك ده. لا انا هستنى واحد فاضي بقى. بالطريقه دي مش هتركب ولا هتوصل. يلا يا اخينا الشعبك. يلا يلا بينا. امري لله. يلا بينا. ايه رايح فين؟ رايح باب ال باب باب ايه يا برطوشي؟ باب ايه؟ حوش حوش. هنداوي هنداوي، انت هنداوي. ايه ايه ايه؟ قوم افتح الباب يا راجل، بيخبط. ما يخبط واحنا مالنا؟ احنا مالنا؟ احنا مالنا ازاي؟ ده بابنا يا راجل. يا ولية الام يا ولية، مين هيجينا ساعة زي دي؟ الام؟ قوم يا راجل افتح دهدي. طيب طيب انكتمي. باي مين؟ خالي بالحضن يا خال. مين؟ حسنين. ايوه حسنين، بشحمه ولحمه. اتفضل يا حسنين اتفضل. مساء الخير يا مرات خالي. مساء الخير. ازيك؟ اهلا يا حسنين، بارك انك طيب. اتفضل معايا يا حسنين. انا هقعد هنا. لا اتفضل معايا هناك. انا مستريح كده يا خال. تعالى يا راجل هناك تعالي. اهدي. فر. فر ايه؟ دول عيالي. كل دول عيالك؟ ايوه. ربنا ياخدك يا خال عشان تستريح من مصاريفهم. ده انت غلبان. قوم يا لابس زقوق، قوم من هنا. انا هنام هنا. اوعى تسيب البطانيه كده وانت غيتم. خش جنب اخواتك جوه. اهلا يا حسنين، ازيك كده؟ الحمد لله يا خال، ده انا اتبهدلت بهدله لغايه ما وصلت لحد هنا. ايه؟ اي والله. وازاي امك كده؟ امي؟ مش انا امي ماتت يا خال؟ ايه؟ ايوه، بقيت يتيم الاب والام يا خال. يا حول الله يا ربي. تعيش تعيش يا مرات خالي، ما تنسيش في حاجه وحشه. بقيت يتيم الاب والام. طب مش كنت بعتني؟ ما انا اتلهيت على عيني، بس الحمد لله العمده قام بالواجب وزياده، كتر خيره. ما بقاش ليا حد ابدا في الدنيا، ما بقاش ليا غيرك انت وخالي يا مرات خالي. طب اقول لك ايه؟ ايه؟ تعالى اقعد هنا. انا هنام هنا. ده انا بنام هنا. ما تنام انت على الكنبه وانا انام هنا يا خال. يا ما يصحش، قوم تعالى معايا هناك. قوم. ده انت عليك تحكمات. فاطمة. ايه؟ بقول لك ايه؟ قومي حضري لي لقمة اتعشى بيها. لا،
ودي واحد اهدي احنا ناقصين. ايه ما صحش. انا واع من الجوع يا مرات خالي من صباحيه ربنا لحد دلوقتي على كوبايه السوني. سوني؟ ايوه بتاع بيضه كده هاتلي جنب الاكل اللي هتجيبيه بحلي بصل. بقيت يتيم يا خال. معلش معلش استهدى بالله بكره تنسي. انسى ازاي وانا جعان كده؟ دلوقتي تاكل وتشبع. اديني قاعد اما اشوف. شد حيلك يا ولد. ايه ما بتاكلش فول ولا ايه؟ فول ايه يابا؟ شد على الله ده احنا فينا الصحه تهد جبال. انت فاكر نفسك ليه؟ قوم جامد قيمتك. قوم. معلش يا راس العاج. معلش الواد جديد لسه مونة الناس يا بوي. ما الحرام ولا ايه؟ ايه طول بالك. مطولوا على الاخر. لا طول بالك طول بالك يا ريس احنا اللي عجبك قوي ما يهمكش اي حاجه. قلت لك قوم قوم يا فجري. خد بايدك خد. قوم يا غشيم. أهياني جراه يا جدع. مزجت حسب الله هي ولا ايه؟ ما احناش عارفين انا مزجت حسب الله. المزجت حسب الله ايه؟ كاك حش وسطك يا مرات خالي. أهوين مش كفاية جاي تاكل معانا أكلينا وتشاركنا في منامنا هتبوق لنا كمان. يا ولية يا عيني وليه؟ اسكت انت انا مش ناقصاك. من فلاحتك قوي يا اخويا جايب لنا شحط يشاركنا في الأوضة. ايه يا راجل انت ما صدقت. حلو هو صحيح هو ما صدق. حلو قوي ما صدق دي. انا فهمت انت عايز ايه. قوم يا خلقك حش وسطك انت راخ. قوم يا بغل. ما تشد حيلك امال يا حسنين. شد على الله يا خالي بس القصعه دي تقيله قوي. ما عندكوش حاجه شيلها خف من المسلح دي؟ عشر يا امال بلوزي بلوزي. حلوه يا خالي حلوه منك قوي. بلوزي. ايه يا جدع انت واقف عم ترغي وتضحك ليه؟ معلش يا ريسني. ايه اعمل لك همه وروح شوف شغلك يا جرونجي. حاضر حاضر يا ريسني. شيل يا عم شيل يا عم. هات يا خال. ايوه شيل شيل يا عم. يلا شيل. يا ولد خمه فنك. يا نهار ازرق ايه اللي حببته دي؟ معلش يا خال ما هي المونه طهري. طهري ايه؟ ايوه طهري تقويه وتجمده. ما هديه في تيمين مسلح تخليه زي البغل بدل ما عامز الحمار كده ده حمار. هتقول ايه يا ولد؟ طيب مخصوم لك يومين. وانا كنت لحقت اشتغل عشان تخصموا لي؟ هشتغل عنه تاني؟ اخرس يا هاله اخرس. خرست يا خالي خرست. اخرس يا هاله وعب يا جرانجي. اجري. حاضر. طب ده في تنيتك وانت زي البغل كده كتحش وسطك. بقول لك يا احسن ايه؟ ايوه يا اخي انت مش تعشيت؟ لو كنتوا عايزين تسموا الاكل اللي انا اكلته ده عشيه يبقى انا اتعشيت. طب ما تنام بقى. مش جاي لي نوم يا خال. طب اقول لك على فكره. قول. ايه رايك لو تنزل تتمشى شويه؟ اتمشى اروح فين في ساعه زي دي؟ ايه؟ روح في اي حته يا اخي؟ اقعد لك على قهوه؟ لا قهوه ايه يا خال اللي راح اروح؟ اول مره الاقي خال عايز يتلف اخلاق ابن اخته. شويه شويه تقول لي شبوري. خلاص خلاص سيبه قاعد. قالت لك سيبه قاعد اهو. طب اقول لك ايه؟ نعم. ما تروح ده تشتري لنا شاي. شاي ايه اللي هشتريه يا خال؟ ما انتوا عندكوا شاي اهو. ايه؟ ايوه صحيح احنا عندنا شاي ايوه. انما
بيقولوا فيه صنف جديد حلو نزل قوي بيعمر مخه. طب ما تروح تشتريه انت وانا استنى هنا. يا عيال عايزهم هاد الشاي. طب اسمه ايه الشاي اللي انت عايزنا اشتريه ده؟ اسمه شاي ام حسن. شاي ام حسن؟ ايه حلو قوي. حتى ام حسن اخترعوا لها شاي. وبعدين بقى؟ حاضر يا خال، حاضر ما تزعلش. هقوم اشتري شاي ام حسن. حاضر. فتكم بعافي. بقول لك ايه؟ ايوه. اوعى ترجع من غير ام حسن. حاضر يا مرات خال، ده احنا ليلتنا انس. هنشرب الزرده اللي هي زرده ام حسن. ما قلت لك الا انت مالك لازق فيها كده ليه؟ وانت مالك انت يا اخي؟ كتمل على ودانك يا مرات خالي. ما قلتليش يا خال دلوقتي انا اشتري الشاي ده بكام يا اخي؟ باللي يقول لك عليه. حاضر. انتوا مش كنتوا قاعدين هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا يا اخي؟ وانت مالك روح هات الشاي. هو اسمه شاي ايه؟ شاي ام عني ام حسن. حاضر يا خال. حاضر. دي عيشه تقرف يا اخي. مش ما تقلقش بالك، هو بنقلب على نيات وشرب المقلب، هيفضل يلف طول الليل يدور على شاي ام حسن مش هيلاقي. لو احنا بقى خدنا راحتنا على شاي ام حسن. الا انتوا مش كنتوا هنا؟ ايه اللي جابكوا هنا دلوقتي؟ يا بني ادم روح هات الشاي. هو اسمه شاي يا خالد؟ شاي ام خليل. لا اسمه شاي ام حسن. طالما انت عارف تسال ايه؟ حاضر. يلا. انت مالك لازم فيها كده ليه؟ قول يا ولد. انت مالك انت؟ أنا خايف على العيال اللي تحت لا لوح خشب يقع فوق دماغ حد فيهم. مالكش دعوة. حاضر يا خالد. خد الباب معاك. أنا بقول آخد العيال معايا عشان أنا خايف عليهم. لا أنا هسيبهم مالكش دعوة بيهم. حاضر يا خالد. حاضر. حاضر يا خالي. أوعى بقى. إديني الشاي أم حسن الله لا يسيئك. شاي إيه؟ أم حسن. يا ابني مفيش حاجة اسمها شاي أم حسن. كده برضه يا خالي عملها فيا، لازم عندهم اكل عايزين ياكلوهم من ورايا. امال ايه الايه اللي هناك دي؟ مسكويت. مسكويت؟ ايوه. مسكويت. وايه اللي فوق دي؟ ورق تواليت. ورق تلاويت؟ ايوه. بيعملوا به ايه دي؟ وايه الاحمر دي؟ شاي. شاي ام حسن؟ مفيش يا ابني ام حسن. طب هات هات الشاي دي. حاضر حاضر. خد خد، زهقتنا يا شيخ. افتح يا خال. اول حي يرجع. افتح يا خال. ما تردش عليه. اهو شاي ام حسن اهو. مش دي شاي ام حسن؟ الا انت بتعرف تقرا؟ لا. عرفت منين انه مش شاي ام حسن؟ هو شاي ام حسن وام حسن عليها ايه؟ طب فين زوم الخيمة؟ انا مش هتخيم. ايه اللي عايز يتخيم يتخمد هو. عايزه تتخيم دي يا مرات خالي؟ انا اتخيم. انا زهقت. انا عايزه اتطلق. الا تتطلقي ليه؟ ما انا جبت لكم شاي ام حسن اهو. اغرس انت اغرس. حاضر. اديني خلصت يا اخوي. اديني خلصت. بس بالك انت تتطلقي، لان ده ما تعشيرش. امي كانت تقول عليه كده. اي أيوة والله. قولولا ابوها ان كان جعان يتعاشي. قولولا ابوها ان كان جعان يتعاش. انا عايز افهم ايه الحكايه تمام.
مانجي. ما هي المونة هي ابديه وكمان هتستعملي اصلاك الى قوي يا ريس يا ريس بيري. حلوة دي خطتك اللي تجيلي. لا والله يا ابدا اهدي انت هتحضر معاي. طيب غور من قدامي وما تستناش هنا. غور ما تشتغلش هنا. كيف ايه الولد ده ما يشتغلش هنا وما يستناش ولا دقيقه واحده. بس ما تقولش ولا الكتم يا ولد. قال هو هتأمر ليه؟ قال على رأي المثل بنشتغل في الشقه برضه مش عاجل. قلت لك غور من قدامي وما تستناش هنا. بره 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 الارزاق على الله. كتكميله وانت باغل عامل زي جاروس التين كده. ايه ايوه وكمان هتشتمني. ايوه هشتمك. طيب خد بقى عيب. عيب يا ريس. اوعى عيب يا ريس. اوعى عيب يا ريس. 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 استأذن انا بقى. سلام عليكم. مع السلامة يا خال. تعال ما فهمت. هتفهمني هي محتاجة حاجة. تعال بسيط. تعال. عندك حبان ومستكة؟ ايه ومات. عندي الحاجات دي كلها. دي بتخلي الاكل فلالي. يا واد انت يا فلالي. الله يكرمك. انا كمان طبيخي يعجبك قوي. اله يا رب يخلي اللي بياكلوه يبقوا زي الجواميس. انت فلاح مش كده؟ ايوه من خربتي بحيرة. ولسه جاي بقى؟ ايوه لسه جاي. يعني لسه بخير. خير مقداري. طب عندك حب هان؟ ايه؟ حب هان. ايه الحب هان دي؟ يعني حب هان بس انا بحب ادلعها عشان اقول لك حب. ايه في؟ اهو موجود الحب هان اهي. طب اقول لك ايه؟ ما تيجي تدوق اكل. تعال دوق اكلي يا ست. الله يكرمك يا جدع. ما تبقاش كده. ما تبقاش مغفل بقى. انا برضو لو مغفل. انت يا ست انت لئيمه. انا عارف انت قصدك ايه بالظبط. يلا مش نجر من هنا. اما قليل الادب صحيح. انا برضو قليل الادب. ما تتلم يا خالتك. وخالت ايه دخلها بالموضوع؟ الله. ايه في ايه؟ ده البلاوي اللي انت جايبها دي يا معلم. في ايه بس؟ بسلامته بيدوس على رجلي ويبصبص لي. انا بصبص لك ازاي؟ ثم انا ادوس على رجلك منين؟ اذا كنت انا واقف هنا وانت واقفه هنا. ايه يا دي قله الادب دي؟ اه انا لا بصبصت لها ولا دوست على رجليها يا معلم. يعني الست هتكذب؟ حقك عليا يا ست. تعيش يا سبع البرومب. حاجتك اللي انت عايزاها كلها هتاخديها وزياده على حساب المحل. اه ده شغل المعلمين. بقول ايه يا معلم؟ يا نعم. انا عايزه شويه مغات بالمره. مغات؟ مغات محوج على عناية. تعالي معايا. تعجبني يا معلم. يا نهار ازرق. اما انت معلم قليل الادب صحيح. العوام. اهلا يا ها زحلقته؟ لا شغلته. يعني ايه؟ هو حتن وقعت في قرابيزي كده؟ يا ستي بكره يظبط في شغلانه جديده ونبقى نشوف له اوضه يتلم فيها والسلام. وهو ده عمره يا عمر في شغلانه ده؟ دخلت الناس السبت والاثنين ودخلته سنه وجمعتين. يا ستي بكره ربنا يسهلها لي. انا اللي نفسي ربنا يسهلها لي. نفسي اتلم انا وانت في اوضه ما فيهاش شحط. ولا انت ما صدقت يا سبع البرومب؟ اديني بجنيه رجل عفريت. رجل ايه؟ رجل عفريت. رجل عفريت؟ هم قالوا لك في رجل عفريت عندنا؟ ما هو هو ده رجل عفريت البتاع الخشب ده. ايوه هو ده رجل عفريت. وده عايزاه في ايه دي يا ست؟ بغليه وديه لابني عشان ينطق. اصله بعد عنك اخرس. اخرس وهتدي له رجل عفريت يقوم ينطق؟ يلا يا ست بلاش هبل. يلا روحي وفري فلوسك. ده خشب طفش الراجل بيجيبه من العمارات القديمه. يلا. يعني ده مش رجل عفريت؟ رجل عفريت منين يا ولية؟ اجري روحي بلا هبل. يلا امشي. احنا بنربي هنا فلان وصراصير. ما بنربيش رجل عفريت. يلا يلا بلا هبل. اله ربنا يستر عندك يا اخوي. يلا يا ولية روحي. لا احنا بنربي فران وصراصير بره. اصل هي بتقول بره. ما انا هقول لك. اصل قلت هي بره. دي وليها مجنونه بره. بتقول رجل. ما تيجي تاكل احسن. ايه؟ تاكل. انا مكسوف. انت بتتكسف ابدا. انا مش غلطان. الراجل العطار هو اللي قليل الادب. هو برضه قليل الادب يا اخي. اربط الحمار مطعم يا صاحبي. قال لك يعني جريه في غش الناس ومعاكسه الحريم.
انت مالك انت؟ وانا عمري حينفع في شغلانه ده. انت بتنفق في ايه بقى تروح؟ اربي. انا برضك اربي. طيب يا مرات خال الله يسامحك. تقولي على نعمة ربنا. اربي. يا اخويا. معلش يا خال. معلش ما تزعلش مني. بكرة هبقى كويس قوي. اوعى تزهق. بكرة تنفخر ان لك ابن اختي زي. هتنفخر بي يا اخي نفخر. ولا هشغلك ايه بس تاني يا ابني؟ ما انا خلاص غلب حماري. ابا. عايز ايه؟ انا الفرجان بتاع الخضار كان بيدور على واحد يجرون العربية. يجرون العربية ايه يا بيت؟ هشتغل حمار. حمار ايه يا راجل؟ هو عنده حمار تاني. هو عايز واحد يمشي معاه يساعده بيع الخضار. اذا كان كده معلش شغلانة حلوة. خضري. ليها مستقبل. خلاص. الصباح رباح. خلك يبقى ياخدك يوديك الفرجان. اذا كان كده بقى الواحد ياكل بنفس مفتوح وما بتفزني من هنا. قومي. قومي كخاب. الواحد بقى ياكل دلوقتي بنفس مفتوح يا مرات خال. ونعمة ربنا لو حد مد ايده دلوقتي هيعرف شغله. انا بقالي ساعة قاعد ساعة قاعد على النار. انا بقول لك اهو. قوم فيك انت اهو. قوم يا خالتك كمان. يا فوطي يا مجنونة يا فوطي. فوطي ايه يا ابني؟ اسمها قوطة مش فوطة. قوطة ايه؟ هي بلدنا اسمها طماط. لكن هنا اسمها قوطة. خلاص انت حر قوطة قوطة. يا مجنونة يا بنت المجنونة يا قوطة. هي مجنونة بس مش بنت المجنونة ولا حاجة. طب اقول لك ايه؟ بدمها مجنونة كده ما تيجي نبيعها قدام مستشفى المجازين. اخرب عقلك دمك زي العسل وباين عليك ابن حلال وهتنفعني باذن الله. انا دراعك اليمين. اديني كيلو بطاطس يا عمي فرجان. عينيا الاثنين. تسلم عينيك. استنى انت يا فرجاني ما تتحركش. وعندنا كوسة حلوة قوي. شوف الكوسة عاملة ازاي تنفع للاطفال. اديني كيلو كوسة. والطماطم تلاقيها النهارده ما تلاقيهاش بكره. ناخد 2 كيلو. طبخين لحمه النهارده؟ اه. ما تاخدوا محشي معاها يرم العظم. لا دي شيله كبيره قوي. وماله؟ اوصلها لك لغايه البيت. واي خدمات اخرى؟ افندم؟ لا مفيش. شوف الكساء عامله ازاي؟ الحمد لله جبرت وبقت حاجه عالي. وكده حلو وعالي يا حسنين وشك حلو عليا. الله يخليك يا عم فرجان. بقول لك ايه؟ ايه؟ انا حسيبك دلوقتي واطلع على سوق الخضار اتسوق خضار بكره. وانت بعد الحمار ما ياكل تجيب العربيه وتيجي على البيت او بالمره تتعشى معانا. لا ربنا يكرمك يا عم فرجان. طيب. لا ربنا يخليك. السلام عليكم. مع السلامه. طب كنت هجره ولا حاجه؟ هتعمل كل اللي بالفلوس دي كلها ايه؟ انت على قطع الهلال. كوبايه الشاي تقيله يا ولا. احسن واحد دماغه تقلب حبتين. والسح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. السح اللح تفوه شيلوا الواد من ابوه. انت يا اخينا اخينا هو حسنين ما جاش بالعربية ولا ايه؟ لا ما جاش يا ابني. ترى ايه اللي اخره؟ ايه ده؟ لما حتة نومي حمار راح فين؟ ده كان مربوط. ايه اللي فات يا حمار؟ يا حمار انت رحت فين يا حمار؟ لازم بقى سبقني على البيت. طب مش كان يستنى لما نروح سوي؟ اما حمار صحيح. فين الحمار؟ ايه فين الحمار؟ قال لا هو ما جاش هنا. هنا فين؟ هنا في البيت. بيت مين يا جدع انت؟ فين الحمار؟ ما تخافش هو تلاقيه بيقضي مصلحه وجاي على طول. انت عبيط يا جدع انت ولا بتستعبط؟ فين الحمار ومين اللي فك الحمار؟ وانا مال لما يجي بساله. اساله؟ ده انا هروحك تشد الداهيه. يا ولا ولا محمد يا صاحبي. بس ولا بتقول بس اسكت انت. هي بلد ما فيهاش حكومه ولا ما فيهاش حكومه؟ بس يا ولا انت عايزين تعشوني يعني؟ اوعى حد يبقى حاجه فيكم يا خال. ما
فيش يا خال، اسمع كلامي حسنين يا ابني، احسن حل انك ترجع بلدك. انا ماليش حد في البلد يا خال. يا ابني فهمني، لقمة العيش هنا صعب، لازم تشتغل وتشقى، انما هناك اللقمة سهلة. يا خال انا ماليش حد غيرك يا خال. والله يا حسنين يا ابني انا عملت اللي عليا وزاد شوية كمان. قول بقى انك انت خايف من مراتك. ايه؟ هو في حد ما يخافش من مراته؟ تفضل يخاف سلم. طب ما تبعتها البلد تخوف الفراق بدل الحكومة بتصرف المصاريف الجامدة دي. بقولك ايه؟ خد يا حسنين دول وموصل لغاية موقف التاكسي الأجرة وليك رب اسمه كريم. ما تخلي يا خال. زي بعضه. هات يا سيدي انت ما صدق. الأجرة يا فندية. طب نوصل بالسلامة يا أخينا. ادفع الأجرة يا أخينا قبل ما نوصل، بنزين يغلى، دفعك الأجرة مضاعف. قال أنا كان معايا 2 جنيه دلوقتي راحوا فين؟ دور عليهم زي الناس. ده خالي لسه مديهم لي دلوقتي. أمال أنا بطلب الأجرة مقدم ليه؟ ما كل يوم يطلع لي واحد زي ده ويعمل عليا الأوانطة دي. عيب يا اسطى ما تصحش كده. انزل بقى يا أخويا انزل. أديني هنزل يا أخويا ما تسوق. أديني افتح لي الصخمطة دي وحياتك. بتفتح من إيه؟ يلا يا اخويا روح يا اخويا. اعوذ بالله. يلا امشي امشي لك ناشا الشروط كمان، ان شاء الله يطلع لك فرد الجيك ياكلك انت وعربيتك كمان. يلا يا اخويا. طب ده الميه انت واللي يعرفها لما تبقى تتجعر تحت منك. اصحى، ممنوع النوم هنا. ايه؟ ممنوع النوم هنا. هو بيشتهي بيت ربنا؟ أنا معزوم في بيت ربنا. بس ما تنامش. حاضر. اصحى يا بلدين، اصحى عشان افرشك بره. حاضر. طب يلا قوم بره بقى، يلا بره. روح انت لا. يا سيدنا انا مش هخليه ينام هنا. مساء الخير. ايه؟ مساء الخير. مساء النور. طبعا انت جعان نوم. ايوه انا جعان نوم قوي. وتيجي معايا وانا نايمك. بتتكلم جد والنبي صحيح؟ طبعا صحيح. لا يا اخويا، لا يا اخويا بلاش. ليه؟ كان هتقول لي انا ناظر كذا وانا يعني مفيش فلوس خالص. يا سيدي 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 الناس لبعضيها. قوم قوم قوم. تمام. مقطوع من شجره واقع من على النخله وحالته انفشه وشكله انشطه. طب ما جهزوش ليه؟ ان شاء الله، بس اما نجهه شويه والصباح رباح. ماشي. يلا يا سو 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 سو. انت بتتكلم كده ليه؟ مؤاخذه، اصل السي سي 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 ما بتجيبش معايا. اتفضل انت. مؤاخذة معنانا. علبة سجايرك اهي عشان بعد ما تاكل تحبس كمان. ده كرم كبير قوي منك يا سي خليل يا ربيع.
يا سي حسنين يا برطوشي، اسمي خليل الغبي مش خليل النبي. ماني عارف، بس كل ما بقولها لك اقول يعني مش معقول امك سهمتك الغبي. بقول يعني خلينا في السليم احسن. بيعملوا ايه للولد ايه يا سي خليل يا حمار؟ الغبي الغبي يا حسنين، عدم المؤاخذة الواد ده بيدوله شهادة. شهادة؟ شهادة ايه بقى؟ شهادة هياكل منها ذهب. أنا مش فاهم. بيعملوا له عاهة أنتكت. أنتكت؟ أنتكت إيه؟ خزق عين هيأكله الشهد. خزق عين هيأكله شهد؟ الشمال بس. ولما يبقى فل ومتريش نخزق له التانية ويبقى كده خد البكالوريا. بكالوريا؟ بكالوريا ايه؟ بكالوريا التسول يا روح قلبي. الناس كلها بتاكل من عرق جبينهم، هنا ياكلوا من عرق عهاتهم. من عرق عهاتهم؟ حلو. حلو قوي يا سي خليل يا بهيم. يا خليل يا غبي. واللي حظه حلو بقى يقع في سكتي اشقطه انا. اجيبه هنا نديله الشهادة الملائمة اللي تلائمه ويبقى طاقة القدر اتفتحت له. راح فين؟ انا حزور الست ام هاشم وسيدنا الحسين واتكل على الله اخذ الحلزوني واروح بلدنا. تروح؟ ايوه هروح. تروح؟ اصل انا طول عمري فقري وكنت يعني فاشل في الكتاتيب والمدارس، فما كنتش بروح يعني ما بحبش انا مش عايز شهادات. انا وادخل الحمام زي خروجه يالا. يا انت احنا هندي لك لصنص مره واحده. يا سيدي انا مش عايز، انا فرحان انني جاهل، انا مش عايز شهادات. هاد اسمع كلامي يالا. اللي هيجوعك دلوقتي هتاكل بيه مرقه رون بعدين، عارف مرقه رون؟ اسمع كلامي، محدش عارف يكلمك بعد كده. يا سيدي انا اللي عايز اكلم حد ولا حد يكلمني؟ هو دي ده حاجه يعني. انا مش عايز اكلم حد، انا مش عايز شهادات يا سيدي. انا يتيم وامي ميته بقالهاش كام يوم، سيبوني اروح. العمليه كام يا غبي؟ 156. قطع الرجل. رجلي، هاتولي رجلي، هاتولي رجلي، انا اروح بيكم في داهيه. انا عايز رجلي. الحقيني يما، الحقوني، انا عايز رجلي. هاتولي رجلي لاروح بيكم في داهيه. بس يا جماعه هو. اهلا سي جمعه. بتعملوا له ايه ده؟ بنعمل له 156. مين اللي قال كده؟ ده انا طرطور بقى، ده انا مش موجود، ده راحت المراكز. هو انا عيال هنا علقها؟ ده انا شاع. ما احنا بنعرف نتصرف يا معنانا. مفيش معنانا، ده انا دكتور جمعه، وميت مره قلت محدش يتصرف من غيري. واذا كان مش عاجبه سي سيد هاموش بتاعكو ده، انا 100 مؤسسه تتمناني. في ايه يا استاذ؟ يا هاموش، يا سيد هاموش، خلاص مفيش استعبار للدكتور؟ ازاي هتكسروا رجل اللوح ده من غير ما شرطي؟ فيه لوح رجله تتكسر برضه يا بهايم؟ ما انت غايب بقالك كام يوم يا استاذ. انا اغيب زي ما انا عايز يا هاموش. انا ما بغيبش كده يا انت. انا بغيب عشان افنن، عشان ارسم، عشان اخطط. انا شغلتي شغلة مزاج يا استاذ، مش لعب عيال. طب خلاص انت اسس لنا بقى وشوف نعمل في الوقت ده ايه. بس ما تقولش واه. سيبوه دلوقتي. خلاص انت بتكلم اكبر خبير للشحاتين في البلد، بتكلم شخصية. استاذ النماذج تقف قدامي كويس.
اقعد. ايه؟ اقعد. اقف. اقعد. اقف. اديني نظرة شمال. اديها لك في ايه؟ اديني نظرة شمال. اديها لي شمال. هناك. تعالى لي. لف لفتين. ايه؟ لف لفتين. انت عايز لف لفتين. وريني. شكله مش بطال كويس. ده تعملوا له 2112. يا نهار ازرق يا نهار ازرق يا حزن الحزن. ايه في ايه؟ اذا كان 156 قطع رجل، امال 2112 هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ هتقطعوا لي ايه؟ ما تخافش يا ابني، ما تخافش، انت هتبقى مهم جدا. انا هرسمك رسمه من غير اذيه. هتذبحوني على البرد؟ لا هنذبحك ولا هنعمل فيك اي حاجه ولا هنعورك حتى. انت شكلك بائس، يعني نموذج معين. على فكره انت نظام ارحمه. ايه؟ ارحمه عزيز قوم زل.